أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء المرحلة الثانية من حملة الاستخدام الآمن لمواد التعبئة والتغليف الملامسة للغذاء تحت شعار عبوات آمنة لغذاء آمن، وذلك في مبنى المؤسسة بمشاركة غرفة صناعة الأردن. هذا إطلاق مرحلة ثانية من الحملة. المرحلة الأولى كانت بموضوع إعداد التشريعات والقوانين اللازمة لموضوع المواد التعبئة والتغليف اللي على تماس مع سطح المواد الغذائية الآمنة. الآن إطلاق المرحلة الثانية، وراح تشوفوا بأنه في عدد كبير من المؤسسات والمصانع الأردنية اللي وائمت متطلباتها مع المتطلبات العالمية، وهذا أعطاها فرصة كبيرة جدا باقتحام الأسواق العالمية وأن تكون هذه المواد موائمة لما هو معمول فيه عالميا. لدينا الآن عدد كبير من هذه الصناعات التي تتعامل مع مواد غذائية ملامسة، مع مواد بلاستيكية ملامسة لسطح المواد الغذائية، مما أعطاها الفرصة بأن تدخل إلى الأسواق العالمية وزاد في مأمونية المواد الغذائية. وتأتي هذه الحملة من مؤسسة الغذاء والدواء إلى تحسين المستوى الصحي للمواطن من خلال سلامة الغذاء ونوعيته وصلاحيته للاستهلاك البشري في جميع مراحل تداوله، وسلامة المنتجات المعدة للتلامس مع المادة الغذائية بحيث لا تشكل خطراً على صحة المواطن. صناعة الأردن هي المظلة للقطاع الصناعي في الأردن بشكل عام، وهي المتابعة لكافة همومه وقضاياه وتطوراته في على الساحة. اليوم في أن احنا هذا الاحتفالية لإظهار مدى جودة الصناعة الأردنية في القطاعات التعبئة والتغليف والبلاستيك الملامسة للغذاء، اللي احنا في غرفة صناعة الأردن بالتعاون مع الأخوة الصناعيين بنحاول انه نكون على اعلى درجة من الجودة والانتاجية في هذه المواد الملامسة لصحة الانسان الذي هو اغلى ما نملك، بنحاول تكون على اعلى قمة، على اعلى جودة، واحنا نفتخر بصناعتنا الاردنية في هذا المجال اللي هي بتحقق كل الشروط العالمية كمواصفات غذائية وملامسة للغذاء ولا يوجد منها اي ضرر، ونتمنى التوفيق لهذا القطاع في التطوير والتقدم إن شاء الله. وتضمن إطلاق المرحلة الثانية من حملة الاستخدام الآمن لمواد التعبئة والتغليف الملامسة للغذاء معرضا للمنتجات الصناعية المحلية التي تحمل أعلى المواصفات الغذائية الآمنة للتعبئة والتغليف. محمد الفايز، الحقيقة الدولية.